ما هو مرض السكري؟ مرض السكري يحدث بسبب عدم دخول سكر الجلوكوز إلى داخل الخلايا. إذا ما دخل سكر الجلوكوز إلى داخل الخلايا راح يتكدس داخل الدم فيرتفع عندنا السكر. وهنا عندنا سببين، السبب الأول هو قلة إفراز الإنسولين واللي هو النوع الأول واللي هو نعطيه أوبر الإنسولين. هذا النوع هو بسبب عدم كفاءة البنكرياس لإفراز الإنسولين اللي يؤدي عدم وجود الإنسولين بالدم اللي يدخل الجلوكوز أو سكر الجلوكوز إلى الخلايا فراح يؤدي إلى تكدس سكر الدم. السبب الثاني اللي هو النوع الثاني اللي نعطيه حبوب. هنا الإنسولين عندنا طبيعي وكميته طبيعية، بس المشكلة مو بالإنسولين، المشكلة مقاومة البوابات اللي موجودة بالخلايا. على يعني كمثال البنكرياس ما بيشي، فرز الكمية المطلوبة منه من الإنسولين ووصلت للدم، جتي للدم تدخل الجلوكوز أو سكر الدم مدى تقدر تدخله، يعني مدى تشتغل. ليش؟ لأن أكو مقاومة ضد الإنسولين هذا، يعني الخلايا مدى تعرف هذا الإنسولين من جسمها، فيحتاج إلى إنسولين أو كمية إنسولين أكبر على مود أقلل هذه المقاومة وأدخل سكر الدم داخلها. وهنا ندخل بعلاجات مثل الجلوكوفاج أو الميتفورمين اللي تقلل مقاومة الإنسولين، وأكو علاجات أخرى غير الجلوكوفاج، أو علاجات تحفز البنكرياس على مود تزيد إنتاج الإنسولين، وزيادة إنتاج الإنسولين ممكن تساعد على تقليل سكر الدم. هذه العلاجات مثل سلفا يوريا مثل الأمارين اللي تسموه حب السكر.